ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس كما العادة، وكل إعادة فيها إفادة. حنا في إحدى الأسواق مدينة الدار البيضاء، غنسولوا الناس على الأسعار ديال الخضار، واش مناسبة أو غير مناسبة مع ارتفاع الأسعار. إلا بغيتوا تعرفوا أشنو قالوا لنا أجيو معايا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شريفة، دابا أنت كدوري في السويقة ديال الخضرة، كيجيك الأثمنة واش مناسبة ولا غير مناسبة؟ أخويا غالية، ما مناسبة ما والو، غالية غالية على المسكين اللي ما عندوش، اللي ما عندهم دخول غالية عليه. بحالي أنا من وأنا وجبت غالية أخويا. ما درتي بعدا تقديتي شي حاجة ولا؟ غالية علينا، يلاه غنتقدى. اش كيقولوا لك الثمن ديال البطاطا شحال؟ ثمن 100 ريال 120 كلها، باش كيبيع ما مقادينش في الثمن. وكي كيبان لك الثمن هذا؟ وخويا غالي. سال المسؤولين يشوفوا من حال من حالنا، شوفوا من حال الفقراء، يديروا لينا شي حل هذا الشيء. سيب اخويا هذا مرتفع لواحد الدرجه بزاف اصاحبي. ما عرفتش كنك ناخذوا بواحد الثمنه ب 3 دراهم، كنبيعوا الناس ب 4 دراهم، دابا كتاخذها ب 7 دراهم ونص 8 دراهم. تبيع الناس ب 10 دراهم كاع ما في استطاعة المواطنين كاع نهائيا. وفي كل شيء ماشي غير بطاطا، خضرة، أي حاجة ما مشيش. ولكن قاتلونا هاد الناس بزاف. ولكن لا ليزانس لا مازوت أخويا، الشناق هو اللي كيدير هاد الشيء. السلعة كتدخل طاطا برطا الصوت. خضرة تاهي فيها الشناقة. وا الشناقة راه كاين الشناق كيدوز عند 4 ولا 5، ما كيدوزش عند واحد. ونتحدى أي واحد كيتخدى يقول لك الشناق كيمشي كياخذ مع هاد الفلاح. دابا مطيشة بشحال كتبيع هذا؟ مطيشة كنبيع ب 9 دراهم 8 دراهم، شكون اللي غياخذ من عندك؟ باقي حتى كتشوف باقي مشارج. كانت 4 دراهم 6 دراهم كلشي غادي ياخذ، كلشي غادي في استطاعة المواطن، في استطاعة كلشي. غالية بزاف، الله يحسن العوان وصافي. كتجيب جوج صنارق ثلاثة ما كتكملهمش على 4 أيام 5 أيام، يلاه كتخرج قد قد ولا ما تخرجك السلعة. تقدر السلعة ما تخرجكش أخويا. شحال من مرة خدمنا سيمانة يلاه مخلية لي 100 درهم الواحد. سيمانة يلاه مخلية لك 100 درهم. على خدام 1000 فرانك النهار والله القسم. دابا الحامض شحال داير في المارشي دابا؟ والحامض على حساب، على حساب الجودة ديالو. كاين دي 30، كاين دي 36، كاين دي 70، على حساب. الكيلو؟ الكيلو أه. وبشحال كتبيعوا نتايا؟ راه كنبيعوا الناس 100 ريال 60 ريال على حسب. وما تخرجك السلعه، كاين اللوحان عاوتاني، كاين الغش في السلعه، كاين شحال من حاجه. بحال واحد السلعه كتجبت انا بلحت نصها انا. الثمن غير مناسب. الثمن غير مناسب، واللي كدوي معاك يقول لك المازوط 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 بزاف هادشي. يعني كيسبيوها في المازوط وليصا. كيسبيوها في المازوط، وحنا كنطالبوا من الحكومه بيديروا لنا تخفيضات لهاد الخضروات هادشي والفواكه. اخويا دي 4 دراهم 90 ريال. جملة والبيع على 100، بيع على درهم على 10. الوقت مأزمة شوية خويا. ونخرجاك وشوية خويا، راه سالين شوية وصافي، فين دلاو شوية وصافي. كاين الإقبال عليها، كياخذوها الناس. شوية لزان فيها ثقيل شوية، ماشي على بالك شي حاجة. الوقت راه مأزمة شوية، راه كاين الغلا. حيت غالية داك الشيء. الناس راه ما كرهوش، حنا خويا ما كرهناش، راه كاين الغلا. كنطلبوا خويا من الله خويا، نبقى شويه السلعه خويا، الله مرخه ولا الغلا خويا. مناسب. دابا انت كتبيع بطاطا؟ شحال خديتي هاد البطاطا من المارشي دابا؟ اخويا دري طالب واحد 4 دراهم ولا 4 دراهم ونص. وشحال كتبيع انت؟ 100 درهم. على 10 ولا درهم؟ على 10 ولا درهم، وما يدوهاش الحزان ثقيل برا. كنقولوا لصحاب الشناقه ديال الداخل. لا شناقه صحاب تسميتو على الخضره هي فيها الشناقه ديال الجوادي، فيها صحاب ديال المارشي الجمله. الجماله كيبيع يدق لك بالثمن وكتخرج برا كتضاد كتقات كاين الزاج كتقات تشمش.